الحمد لله كيتفاعلوا ما معناها وعجبهم البرنامج وغنينا مع بعضنا، يعني هذيك الفايدة في نقدموا حاجة تعجب الجمهور، معناها هذاك اللي يزيد يشجعنا باش نزيدوا نخدموا أكثر إن شاء الله ونقدموا ما خير بفضل ربي. العرض متاعنا بالنسخة هذه الحقيقة هو العرض الأول بالنسخة هذه، أنا كانت مجموعة أصغر، استغلينا الفرصة هذه توا في مهرجان الفسقية الدولي باش نقدم لكم حاجة معناها مخير باجتهاد أكثر معناها، وإن شاء الله هذه مش فما ما بعد وما خير إن شاء الله، هذه كما نقولوا النسخة الأولى إن شاء الله في العام الجاي إن شاء الله باش نخدموا أكثر على البرودكسيون، خاطر باش توليو توا هو اسمه ترقين ولا الترقين ترق قديم كما سمعتوا معايا جماعة من الكيف وكل شيء يقدموا في الترق في النسخة القديمة الأصلية، والبقية هي أغاني من توزيع جديد، الترق الثاني الجديد اللي أنا نقدم فيه معناها سيف الدين معيوف إن شاء الله، من هنا الوسط العام إن شاء الله ماذا بيا يوصل على الترقين يولي شطروا إنتاج خاص شطروا تراث إلى أن إن شاء الله نوصلوا نعملوا عرض كامل إنتاج خاص. صلوا 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 على نبينا. في قدمت نمط صوفي من الأول، يعني هو ما دمنا في القروان نبداو بالنمط الصوفي، قدمت على محمد وقدمت أغنية صلوا صلوا على نبينا هي من إنتاجي الخاص، يعني هذه تحية من الأول لوجودنا في القروان، ثم انطلقنا في الأغاني الشعبية يعني المسموعة المعروفة في تونس، وبعض الأغاني اللي محلها ماهيش معروفة لكن في النمط الشعبي المزيان اللي نحبوه معناها مع توزيع جديد كما شفتوا معناها كيفاش خرجناه. من جهات مختلفة المجموعة اللي معايا من تونس من الكيف معناها حسب الاختصاص، معناها كل إنسان مختص في حاجة حتى في تطاوين معناها نكلموه يجي معنا المفيد يؤدي اللهجة اللي حشنا بها، خاطر احنا نخدمو زوز نخدمو في الطرق القديم والطرق الجديد، يلزمو يفهم العربي ويلزمو يفهم الغربي، العازف معناها يعزف باس لكنه يلزمو يعرف العربي كيفاش يخدم، يعزف جيتار لكنه يعرف العربي مليح كيفاش يخدم، هذه هو المزيج معناها. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.